ما دعا لله دا. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار رسول الله حبيب الله نبي الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة والأخوات، باسم المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نفتتح به ليلتنا المباركة هذه تلاوة معطرة من آية ذكر الحكيم. يتفضل الأخ عبد الحميد محمد بالتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنا ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من لا يستطيعون نصرهم وهم
الذي جعل لهم من الشجر الأخضر نارا والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد هي بعنوان الدنيا رؤية إسلامية. The title of tonight's presentation for His Eminence Dr. إبراهيم أبو محمد is This World, an Islamic Perspective. أيها الأخوة والأخوات، للدقائق الأربعين التالية سأترككم مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا يا ذا الجلال والإكرام. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا رؤية إسلامية، الدنيا تلك المعشوقة كم صرعت من أحبابها وعشاقها والمتعلقين بها. الدنيا بين من عشقوها فوجدوا فيها أهواءهم فعبدوها، وبين من تعلقوا الذي أنزل عليه هذا الكتاب وقف في المحاريب الخاشعة حتى تورمت قدماه، ودافع الباطل حتى سال دمه، وكان أبا وزوجا رجلا ومربيا يرعى أبناءه ويحسن توجيهه. هذا النبي العظيم انطلاقا من علاقته صلى الله عليه وسلم بالدنيا يستطيع المسلم أن يشق طريقه وسط النصوص في أمن وأمان اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يقع صريعا لشهواتها
ولا ينسحب من ميادينها العامة، وإنما يضرب في كل ميدان بسهم، ويثبت حضوره كخليفة عن الله في الأرض اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أيها السادة والسيدات أن أفصل بعد هذا الإجمال. أنبياء الله هم صفوة الله من خلقه، وهم قمة الهرم الاجتماعي إن صح التعبير في الذكاء والزكاء وزكاة النفس، في الذكاء العقلي وزكاة النفس وطهارة القلب وحسن السيرة وشرف القلب وسمو الغاية والمقصد، أليس كذلك؟ نعم. قال الله عنهم: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وأباح لهم أن يلبوا مطالب المعدة وأن يلبوا أيضا مطالب الجنس، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولازم نلاحظ عملية الربط، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تلك هي بداية العلاقة التي يستطيع من خلالها المسلم أن يشق طريقه وسط النصوص. الدنيا إخواننا، اسمحوا لي أن أنا يعني أستعمل أخذ شوية عن نطاق الدنيا، ذكرت في القرآن الكريم 115 مرة والآخرة ذكرت 115 مرة. وكان المنهج الإسلامي بيعمل تعادلية، يقول لك إن الآخرة الصالحة التي يبتغيها كل ذي عقل ولب لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الدنيا الصالحة. والدنيا هي مخلوق لله، خلقها الله لنا، وأراد أن نتمكن منها وأن نسخر كل شيء فيها بسم الله لخدمة الناس وترقية الحياة، وأن نقبل فيها على كل عمل بسم الله الذي خلق الوجود وسخر الطاقات والإمكانيات لهذا الإنسان. ولذلك يقول لنا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. فلسفات الوضعية في نوعين من الفلسفة. هناك فلسفة تقبل على الدنيا بمنطق العبادة، فتعبد هذه الحياة بمتاعها الرخيص وزينتها وشهواتها، ويتحول الإنسان فيها إلى حيوان لا يلبي إلا شهوات النفس والجسد ومطالب الغريزة في المال والأهل والولد والتكاثر والتفاخر في الزينة والأولاد، كما قال القرآن الكريم. وفي هذا السياق، في هذا الإطار، يساق قول الله تعالى: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ولاحظ أن الزينة جت ضمن الأصنام الخمسة: لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. في هذا السياق، في سياق الإقبال على الدنيا والعب من متاعها الرخيص دون النظر لحلالها وحرامها، يساق هذا الكلام. في هذا الإطار أيضا يساق التحذير الآخر: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، وأنا بذكر يعني حادثة وقعت
بيرويها لنا التاريخ انه الحطيئة كان رجل لسانه طويل قوي، كان شاعر لسانه طويل، وكان هكاء، يعني كان يهجو اي حد، حتى هجا اهله، هجا مراته، وبعدين طفشت منه مراته فما لقاش حد يهجوه، فنظر في المراه فراى وجهه فهجا نفسه، قال ارى وجها قبح الله شكله فقبح من وجهي وقبح صاحبه. الحطيئه هدى واحد اسمه الزبرقان، والزبرقان ده يبدو انه كان راجل يعني كريم الاصل، وقال له ايه؟ قال له دعي المكان لا ترحل بلوبيتها واجلس فانت الطاعم الكاسر، اقعد كده واستريح وكل واشرب وخلف ولاد وحوش فلوس وابني بيت على البحر واعمل فيلا في مش عارف في الحته الفلانيه وخده اللي داري في او اطلع في الاوفر سيز خده اللي داري وبراحتك، يعني دع المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس فانت الطاعم الكاسي. الراجل حس انه يعني كانه اطلق عليه رصاص، ذهب الى سيدنا عمر بسرعه ورفع اليه الامر وقال له ان الراجل ده سبيني باقصى الاساليب. قال له قال لك ايه؟ قال له بيقول لي دعي المعالي لا ترحل لبغيتها واقعد فانت الطاعم الكاسي او اجلس فانت الطاعم الكاسي. قال له ماذا في ذلك؟ الرجل يقول لك استريح وكل اشرب وانت مستريح. قال له لا يا امير المؤمنين انت تبقى مش فاهم الموضوع. قال له ايه؟ قال له لا احنا محتاجين لاخصائي بقى، محتاجين لمستشار يفهم سبيشاليست يفهم بالشعر العربي. فجابوا مين؟ جابوا سيدنا حسان ابن ثابت، فسمع سيدنا حسان الابيات فقال له يا امير المؤمنين لقد هجاه باقزى الالفاظ. قال له ايه؟ قال له ازاي؟ قال له ده بيقول له خليك كده زي البهايم، كل واشرب وخلف وما تشيلش هم. ولذلك القران بيقول ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. شوف بقى الذين قطعوا صلتهم بالدار بالله والدار الاخره ان الذين لا يرجون لقاءنا رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. اخبارك ايه؟ يقول لك الحمد لله ما فيش احسن من كده، الحمد لله احنا بنعمه وبخير، الحمد لله اتجوزنا الواد الكبير والواد الصغير خطبنا له وعندنا ثلاث بيوت وفيلتين وعربيتين والحمد لله في شويه فلوس في البنك محترمين الحمد لله. كل شيء تمام. أو ده دع المعالي لا ترحل لبغيتها واجلس فأنت الطاعم الكاسر. فين همتك؟ فين اهتمامك بقضايا المسلمين؟ فين اهتمامك بالإسلام؟ فين اهتمامك ببني جنسك؟ فين القضايا الكبيرة؟ فين المبادئ والقيم التي ضحى من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فين الدعوة؟ فين الـ يعني فين المبادئ والقضايا الكبيرة؟ من يكون لها؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا في التغيير والتبديل والإضافة والحذف والموت والحياة والعطاء والمنع والذين هم عن ذلك ضمن الأصنام الخمسة لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. في هذا السياق في سياق الإقبال على الدنيا والعب من متاعها الرخيص دون النظر لحلالها وحرامها يساق هذا الكلام. في هذا الإطار أيضا يساق التحذير الآخر إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يأتون لقاءنا، وأنا بذكر يعني حادثة وقعت بيرويها لنا في التاريخ إنه الحطيئة كان رجل لسانه طويل قوي، كان شاعر لسانه طويل،
كان هكاء، يعني كان يهجو اي حد، حتى هجا اهله، هجا مراته، وبعدين طفشت منه مراته فما لقاش حد يهجوه، فنظر في المراه فراى وجهه فهجا نفسه، قال ارى الوجه قبح الله شكله فقبح من وجهي وقبح صاحبه. الفطيئة هدى واحد اسمه الزبرقان، والزبرقان ده يبدو كان راجل يعني كريم الاصل، وقال له ايه؟ قال له دعي المكان لا ترحل بجوليتها، واجلس فانت الطاعم الكاسر، اقعد كده واستريح وكل واشرب وخلي الولاد وحوش فلوس وابني بيت على البحر واعمل فيلا في مش عارف في الحته الفلانيه وخده اللي داري في او اطلع في الاوفر سيز خد هوليداي وبراحتك، يعني دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس فانت الطاعم الكاسي. الراجل حس انه يعني كانه اطلق عليه رصاص، ذهب الى سيدنا عمر بسرعه ورفع اليه الامر وقال له ان الراجل ده سبيني باقصى الاساليب. قال له قال لك ايه؟ قال له بيقول لي دعي المعالي لا ترحل لبغيتها واقعد فانت الطاعم الكاسي، او اجلس فانت الطاعم الكاسي. قال له ماذا في ذلك؟ الرجل يقول لك استريح وكل واشرب وانت مستريح. قال له لا يا امير المؤمنين انت تبقى مش فاهم الموضوع. قال له ايه؟ قال له لا احنا محتاجين لاخصائي، بقى محتاجين لمستشار يفهم، سبيشاليست يفهم بالشعر العربي. فجابوا مين؟ جابوا سيدنا حسان ابن ثابت، فسمع سيدنا حسان الابيات فقال له يا امير المؤمنين لقد هجاه باقزى الالفاظ. قال له ايه؟ قال له ازاي؟ قال له ده بيقول له خليك كده زي البهايم، كل واشرب وخلف وما تشيلش هم. ولذلك القران بيقول ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. شوف بقى الذين قطعوا صلتهم بالدار بالله والدار الاخره ان الذين لا يرجون لقاءنا رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. اخبارك ايه؟ يقول لك الحمد لله ما فيش احسن من كده، الحمد لله احنا بنعمه وبخير، الحمد لله اتجوزنا الواد الكبير والواد الصغير خطبنا له وعندنا ثلاث بيوت وفي الليتين وعربيتين والحمد لله في شويه فلوس في البنك محترمين الحمد لله. كل شيء تمام. أو ده دع المعالي لا ترحل لبغيتها واجلس فأنت الطاعم الكاسي. فين همتك؟ فين اهتمامك بقضايا المسلمين؟ فين اهتمامك بالإسلام؟ فين اهتمامك ببني جنسك؟ فين القضايا الكبيرة؟ فين المبادئ والقيم التي ضحى من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فين الدعوة؟ فين الـ يعني فين المبادئ والقضايا الكبيرة؟ من يكون لها؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا في التغيير والتبديل والإضافة والحذف والموت والحياة والعطاء والمنع والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا نص أو نصين في مقابل بعض. الجانب الآخر كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا حلوة خضرة من أخذها بحقها بورك له فيها. وإحنا تحدثنا عن أنبياء الله باعتبارهم الصفوة اللي من خلالهم بتتحدد علاقة المسلم بالدنيا. ربنا قال للأنبياء إيه؟ قال لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا. فتلبية من طالب الجسد ليست عيبا بشرط أن تكون في إطار الحلال المشروع، وتلبية مطالب المعدة ليست عيبا بشرط أن تكون أيضا في إطار الحلال المشروع. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وبالتالي تتحدث من هنا علاقة المسلم بالدنيا، والدنيا التي ذمت في القرآن الكريم وقبحت في بعض المواضع هي دنيا النفاق، دنيا الدجل، دنيا اللصوصية،
دنيا عشق الذات، دنيا جنون العظمة، دنيا الدكتاتورية والاستبداد، دنيا السرقات، دنيا الهزل، دنيا اغتيال الأموال والأعراض والجرأة على المال العام. هذه هي الدنيا المزمومة والتي قبحها الله وقبح طالبيها ورشاقها، وقبحها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دنيا الفضائل، دنيا القيم، دنيا الصدق، دنيا التضحية، دنيا الوفاء، دنيا الرجولة، دنيا الإقبال على الطيبات بسم الله إن كانت حلالا، دنيا الجهاد من أجل المبادئ والقيم، دنيا التصدي لتيار الباطل، دنيا مواجهة الانحرافات التي تنتشر في جنبات الأرض، دنيا مواجهة الشيطان في كل موقع والعراق معه في كل ميدان، انتصارا للحق وابتغاء لوجه الله وتعديلا لموازين الحياة. فهذه هي الدنيا الحلوة الخضرة مزرعة الآخرة. عشان كده عايزين نحدد العراق ونعرف الموضوع ايه، لانه نحن امام فلسفه تطلق الدنيا وتزهد فيها وتهمش المسلم وتدعوه الى انه ينسحب من ميادينها، وعليه ان يجلس على باب القبر ينتظر ساعه الرحيل. ليس هذا هو المقصود في دين الله، انما المقصود في دين الله ان تكون رجلا في كل موقف، وان تكون عملاقا في كل ميدان، في بيت الزوجيه في الاراضي، في مناصرة الحق في الأراضي، في الدفاع عن الكرامات والحريات في الأراضي، في الدفاع عن المظلومين في الأراضي. هذه هي الدنيا التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالب المسلم أن يؤدي دوره فيها بهذه الكيفية وبهذا الشكل. لأنه يعني إذا انسحبنا جميعا من ميادين الحياة وطلقنا الدنيا وتركناها يتجوزها الكافر، ماذا ستكون النتيجة؟ لن تكون هناك نصرة للحق في أي ميدان. ولذلك كما قلت لكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قمة البشر كان يقف بين يدي ربي حتى تورم قدماه وسال دمه في الدفاع عن الحق، مش كده ولا ايه؟ سال دمه في الدفاع عن الحق، وكان موصول الصلة في الذكر بالله تعالى، ومع ذلك كان يحب الحلوى ويحب لحم الكتف ويستعصب له الماء، ومش بس كده، كان يلبس من الثياب احسنها ويحمد الله على ذلك ويعلمنا كده: الحمد لله الذي كسانيه من غير حول مني ولا قوه. ولما يشرب الماء كده: الحمد لله الذي جعل الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله بالحمد جاكا بذنوبنا. فإذا جدت أزمة وحلت بالمسلمين نازلة، لم يستحي أن يرقع ثوبه وأن يطوي بطنه على جوع وأن يضع عليها حجرا كظما وكتما لحركة المعدة وهي تطوي الطعام صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب من المسلم، أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما القرآن يقول: كل من حرم زينة الله، قبلها قبل كل من حرم زينة الله، لأنه بعض الناس يعني باين منهم بقى متدين، يبقى لازم لا يلبس وحش ويبقى مبهدل وشكله تعبان ويبقى زليل كده ومعرفش ايه وكأنه متدين. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ سيدنا عمر بقى واحد من هؤلاء الناس، قال له: تعالى انت عامل كده ليه؟ قال له: أنا رمينا. قال له: ما لا تمت علينا ديننا، أماتك الله؟ ارفع راسك يا أخي، مالك زليل كده؟ والقرآن يقول: فأقم وجهك. كان وجوهك قبل الإسلام كانت منكسة، أقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله لك، أرادك الله أن تكون حرا كريما، فلا تنكس وجهك، أقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين الطيب. وعشان إساءة الفهم يقول لنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. البعض فاهم ان الدين مذله وهوان ويعني استرخاص للكرامه وتفريط في الحريه وتفريط في المبادئ والقيم، ويعني
احنا نعمل ايه يعني؟ هو احنا هنسبح الدنيا؟ امال مين اللي هيسبح الدنيا ان شاء الله؟ بتشوف المنكر كده على عينك يا تاجر وما بتعملش شيء، وبتشوف يعني المصالح بتغتال، مصالح المسلمين بتغتال، واقف تتفرج بشوفت انك انت مالكش دور ومالكش حظ، يعني نعمل ايه؟ بس ما انت خليها تيجي من غيرنا، يعني انا هصلح لكل وحدي؟ طب لما كل واحد يقول كده، طب ما ربنا يقول ولو شاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والانتصارات التي يحققها الباطل في اكثر من ميدان لا ترجع الى تفوق الباطل وزكاته، وانما ترجع اصلا الى قصور اهل الحق في مناصره الحق والحقيقه. لذلك القران بيخرجنا نحن رجاله في كل ميدان، ونقبل على كل، وناخذ من خيراتها، وناخذ من طيباتها. وربنا يقول يا بني ادم، وكلمه يا بني ادم دي بتذكرنا بايه؟ بتذكرك باصلك، بابوك، ابوك ادم اللي مخلوق من تراب، ففيك بعض التراب وستحتاج الى بعض الطين والتراب، لبيه بس في اطار الحلال المشروع، واكسب زي ما انت عاوز بس برضه بالحلال، وخليك راضي لما تيجي مقتضيات دينك وعقيدتك يعني تتطلب انك انت تتخلى عن هذه الدنيا، يبقى تدوس عليها بالحذاء وانت مرفوع الراس ومرفوع الكرامه. هذا هو الدين الحقيقي. يا بني ادم قد انزلنا عليكم، شوف ربنا لما يقول قد انزلنا عليكم، كان النعم اللي احنا بنتنعم بها انما نزل منين؟ قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، الحاجات اللي بتداري العوره، وريشه. ايه الريش بقى؟ يا سلام، القميص الحلو ده والكرطبه الحلوه والجاكيته الحلوه والزينه اللي بتلبسها الست دي على راسها، واخد بالك؟ اهو ده الريش. وكما ان للجسد ما يتزين به، كذلك للروح وللقلب ما يتزين به ايضا. قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى هو الذي يزين الارواح ويزين القلوب ويزين الوجدان ويزين الباطن، كما زينا ظاهرنا يطالبنا القران الكريم ان نزين ايضا باطننا، ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعدين يقول إيه؟ قل، لأن القرآن الكريم عارف إن في طيبة هتيجي باسم التزهد الموهوم، تحاول إنها تبعدنا عن طيبات الحياة، يعني ما أعرفش إيه وكذا، يا أخي والله الأرض لن تضيق بلقمة طيبة كلها، وبملبس كويس تاكله، ومركب كويس تاكله، ومسكن كويس، ومركب كويس تركبه، ومسكن كويس تسكن فيه. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا بعد الوضوء يقول اللهم بارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. فواحد من الصحابه سمعوا كثير بيقول هذا الكلام، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. فقال له يا رسول الله له انت بشوفك بتدعو بهذا الدعاء بشكل مستمر، مفيش غيره؟ مفيش غير هذه الكلمات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تركنا من شيء؟ وما الكلمات دول؟ تركوا حاجه؟ اللهم اغفر لي ذنبي ضمان، ضمان لايه؟ في مستقبل الانسان في الدار الاخره، ووسع لي في رزقي ضمان للمحبوحه من العيش. والشاعر العربي بيقول: من لي ببسطه عيش استعين بها على قضاء حوائج للأولى قبلي. يا ريت الواحد عنده مليار ولا مليار ونص ولا اثنين، يا ريت يفك بها ضيق دهوت ويقضي بها دين هذا ويسعف بها هذا ويحقق بها هذه المصلحه. من لي ببسطه عيش استعين بها، مش عاوزها لنفسه، مش عاوزها لنفسه، عاوزها لغيره، عاوزها للاخرين، استعين بها على قضاء حوائج للأولى قبلي. مش زي الشعر الاناني يقول: فلا نزلت علي ولا بارضي، واحد تاني يقول: فلا نزلت علي ولا بارضي سحائب ليست فلا نزلت علي ولا بارضي سحائب فلا نزلت علي ولا بارضي سحائب ليست تنتظم العباد، سحائب ليست تنتظم العباد. يعني ايه؟ بقول يعني المطر ده اذا كان هينزل عليا وعلى ارضي بس يبقى ما ينزلش، ما
امال عاوز ايه؟ قال انا عايز يعم الخير كله للناس كلها. فلا نزلت علي ولا بارض سحائب ليس تلتزم العباد. عايز المساله تبقى عامه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان من دعائه انه يقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. ولما الصحابه سالوا قال له هل تركنا من شيء؟ في خير من خير الدنيا والاخره تركته هذه الكلمات الثلاثه؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ مما اثر عنه وصح في الروايات انه كان يستعيذ من الكفر ويستعيذ بنفس القدر والحجر من الفقر. اللهم اني اعوذ بك من الفقر، اللهم اني اعوذ بك من الفقر فانه بئس الضجيع، بئس الضجيع. ويقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر واعوذ بك من الفقر واعوذ بك من عذاب القبر. الكفر والفقر كلاهما قرينان زي بعض. نعم، الفقر الكفر بيمثل ايه؟ الكفر بيمثل عدوان على روح الانسان وفطرته، عدوان على روح الانسان وعلى الفطره، لان الفطره مولوده وهي تعرف الله، فيجي الكفر يسترها ويحفظ ويضل، فهو عدوان على روح الانسان وعلى فطرته. اللهم اني اعوذ بك من الكفر واعوذ بك من الفقر. طب والفقر العدوان على جسد الانسان ومادته، والانسان مخلوق من الاثنين، من الروح وايه؟ والجسد. واعوذ بك من الفقر واعوذ بك من عذاب القبر. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ايضا انه كان يقول ايه؟ امام مواجهه الازمات الاقتصاديه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن. خذوا بالكم يا اخواننا من الكلمات دي، الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نلاقي ان الدعاء بيتضمن ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. والهم ده يعني اعاذكم الله منه، اذا سيطر خلاص يعيش الانسان تعيس في ليله ونهاره، ويعيش كده كانه يعني يصلي مهموم على طول، مبقاش عارف يستمتع باي شيء. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. وطبعا احنا يعني سيدنا علي لما بيسالوه ما اقوى ما خلق الله؟ قال لهم اقوى ما خلق الله عشره. ايه اول حاجه؟ قال لهم اقوى ما خلق الله الحديد، واقوى من الحديد النار، لان النار تذيب الحديد، واقوى من النار الماء، واقوى من الماء السحاب لانه بيحمل، واقوى من السحاب الريح، واقوى من الريح ابن ادم يختبئ كده من الريح، واقوى من ابن ادم السكر، واقوى من السكر النوم، واقوى من النوم الهم، فاشد ما خلق الله الهم. ده اكبر حاجه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن، الكآبه والشده والضيق المستمر والعنت الذي يعيش فيه الانسان بشكل مستمر. شوف توجيهات النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ما من خير في الدنيا والاخره الا وقادنا اليه صلى الله عليه وسلم، وما من شر في الدنيا والاخره الا وحذرنا الله منه، الا وحذرنا صلى الله عليه وسلم منه وحاول ان يبتعد بنا عنه. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل. والعجز والكسل دول ايه؟ العجز قد يكون نتيجه عاهه، وقد يكون نتيجه خمول، مش كده؟ طب والكسل؟ الكسل ده حاله من الرخاوه تسيطر على الانسان وتضيع عليه اشياء كثيره جدا.
وبالتالي يترتب على العجز او الكسل ازمه اقتصاديه ضروري، لانه عاجز او كسلان يبقى مفيش دخل كما ينبغي، هتحصل ازمه اقتصاديه، والازمه الاقتصاديه دي هيكون ايه؟ هيكون المنصرف اكثر من ايه؟ اكثر من الدخل. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له اعوذ بك من الايه؟ من العجز والكسل، واعوذ بك من الايه؟ من غلبه الدين، من الجبن والبخل. الجبن والبخل، الجبن ده مشكله كبيره جدا، بيسكت، بيخرس ألسنة كتيرة في مواضع يجب أن تنطق، ويسكت ألسنة في مواضع يجب إيه؟ بيخرس ألسنة في مواضع يجب أن تنطق، وبينطق ألسنة في مواضع يجب أن تسكت. الجبن خوف، والجبن طبعاً مرتبط بأحد الغرائز الإنسانية اللي هي غريزة حب البقاء، حميدي واخد بالك؟ فيعني ممكن يبقى المسلم جبان، انما يستعين بالتدريبات والمران النفسي حتى يتخلص من الجبن. واعوذ بك من الجبن والبخل، وان الانسان يبقى، والمنهج الاسلامي طبعا منهج وسط، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطاك خطوتان صرف ومخيله، انك تتوسط كده في الامور. فالبخل لا، البخل بيخلي، وانا اعرف واحد يعني مركزه كان كبير جدا، كان في احد البلاد العربيه، وكان وصل به البخل مدى لا يحتمل. فكان بيعمل لمراته ايه؟ متفق معاه ان انا كل اسبوع هرنيك ثلاث رنات، واياك انك ترفع سماعه التليفون. لما رن الثلاث رنات يبقى انا بخير، تطمني. فمرة رن أربعة كل شهر، مرة رن أربعة رنات، فمراته رن سمعت التليفون، قال لها يخرب بيتك وبيت اللي خلفه، ليش من بعيد سمعت التليفون؟ قالت له أربعة، قال لها لا دول ثلاثة، وقعد يتخانقوا في التليفون الثلاث رنات ولا أربعة. والآخر قال لها إذا عملتها مرة ثانية هتكوني طالب. أنا هرمي لك ثلاث رنات بس أصيبهم. فقلت أربعة، أنا فكرت إن مش أنت. فالجبن ده يا إخوانا يعني شيء رهيب، شيء رهيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه يستعيذ من الجبن ومن البخل، ثم يستعيذ من غلبة الدين وقهر الإيه؟ غلبة الدين اللي هي أزمة اقتصادية بتخلي الواحد يعني يرهن كرامته لدى الآخرين، الدين بيغلبه، يرهن كرامته لدى الآخرين، ويبقى ماشي كده مكسوف، وكل ما يشوف صاحب الفلوس يتخبى منه ولا يروح بشيخ تاني وهكذا. نبينا صلى الله عليه وسلم نهج هذا النهج، وأراد للمسلم أن يكون مرفوع الرأس موفور الكرامة، إنك تبقى رافع رأسك كده في علاقتك بالإيه؟ في علاقتك بالآخرين، ورافع رأسك في الدنيا، وتعرف كيف تتعامل معها. و نقول بقى انه بالتالي انه التمكين في الدنيا، ربنا يقول ولقد مكناكم في الارض، والتمكين في الدنيا ده نعمه ولا نقمه يا اخوانا؟ التمكين ده اكبر نعمه بالنسبه للمسلم، بس له مؤهلات. عشان تتمكن لازم تدرس وتكون صاحب خبره وتكون صاحب اداء عالي وتكون صاحب جهد مبذول والناس تشهد لك. لازم تدرس وتبقى على علم وعلى درايه وعلى ادراك ويعني وعندك احاطه وشمول بالشيء اللي انت متخصص فيه، وتكون في نفس الوقت مع الخبره والدرايه والعلم الواسع امين، ما تبقاش خايف، لانه في بعض اصحاب الخبرات عندهم ذكاء حاد جدا لكن خبثاء قوي، يستخدم هذا الذكاء في الشر واغتيال مصالح الاخرين واموال الاخرين غير مطلوب. سيدنا يوسف طلب ان يكون وزير ماليه في مصر، ان يتولى شؤون المال في مصر، وقال للملك اجعلني على خزائن الارض. ايه مؤهلاتك يا عم يوسف؟ قال اني حفيظ عليم، الحفظ والعلم.
إني حفيظ عليم. وفعلا تولى في ذلك مصر، تولى وزير المالية في مصر وأنقذ مصر من مجاعة محققة بعلمه وحفظه. وكانت النتيجة أن ربنا علق على هذا الكلام بأنه قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وعلق بقى على هذا التبوأ وهذا التمكين بأنه شعاع من رحمة الله، نصيب برحمتنا من نشاء، هذا في الدنيا. لذلك الإسلام يريدك أن تكون مكينا في الأرض، أن تكون مسيطرا، أن تكون حرا، أن تكون كريما، أن تكون يدك هي العليا، وأن تملك الدنيا من الحلال الطيب. فإذا اقتضت مطالب العقيدة والدين أن تتخلى عنها يبقى تدوس عليها بالحساب. إذا تطلبت مبادئك أن تنتصر لها ولو بالتضحية بكل ما في الدنيا يبقى بضحي بيها. وأنا واثق أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. لذلك القرآن الكريم يقول إيه؟ تحكيما على قضية سيدنا يوسف لما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها. وشوف بتمكين واحد صالح انقذت الأمة كلها، الأمة المصرية كلها انقذت من مجاعة محققة بتمكين واحد صالح من أصحاب الأيدي المتواضئة، من أصحاب القلوب النظيفة والأيدي المتواضئة الطاهرة. كانت النتيجة انقذت الأمة. وأمتنا لا تعاني من نقص الموارد والثروات، وإنما تعاني من نقص الأخلاقيات والقيم، من نقص في الضمائر والخلق. وهذه هي أثبت الأمة المسلمة في وقتها الراهن أنها الأمة والله لا تعاني من نقص الموارد والثروات، وإنما تعاني من نقص، ليس نقصا في المواهب والثروات، وإنما تعاني من نقص في الضمائر والأخلاق، نقص الضمائر والأخلاق. وبتمكين رجل صالح واحد بس من الصالحين استطاع أن ينقذ الأمة المصرية كلها. وربنا بيقول بعد: مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من يا الله. شوف شعاع من رحمة الله يأتي لبعض الصالحين من خلقه فيمكنهم في الأرض وينفع الناس بهذا التمكين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، هذا في الدنيا. وفي الآخرة: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك قضية التمكين دي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من ولى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. ليه؟ لأنك بتمكن لفاشل، بتمكن لمحتال، بتمكن لنصاب، بتمكن لواحد سيغتال أموال الأمة ومصالح الأمة وحياة الأمة بدهنة. من ولى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول هذا الكلام عشان نفهم الأوضاع شكلها إيه، ونفهم علاقتنا بالدنيا وكيف تتجه، ونعرف أن المسلم يعني ربنا ما حرمش عليه أن يرتدي ثوبا حسنا وأن يسكن بيتا حسنا وأن يركب مركبا حسنا وأن يستمتع بالطيبات التي خلقها الله. ما يعني ما فيش حظر أبدا على هذا على الإطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم عن الكبر مرة وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واحد جه قال له رعبت رعش وترعب. قال له: يا رسول الله، إني رجل أحب الجمال وقد أعطيت منه ما ترى، زي ما أنت شايفني كده بحب الشياكة كده وأحب نظيف وأبقى شيك ولابس كويس وريحتي كويسة ويعني إني أحب الجمال وقد أعطيت منه ما ترى حتى لا أحب أن يفوقني أحد ولو بشراك نعم. ما أحبش حتى واحد يبقى رباط تزميلي أحسن من رباط تزميلي. أيكون ذلك من الكبر؟ فقال النبي عبد الله بن الوزير: قال: لا، الكبر وتر الحق وغض الناس. انك تبقى شايف الحقيقه كده وتتنصب عليها، وانك تبص لفلان تقول: يا سلام فلان، يا سيدي اشتبك منه. طب فلان ده متخصص، يا عمي ولا يعرف شيء.
وعمال كده في يعني تحط من اقدار الناس وتحط من كرامتهم وتحط من مواهبهم وتطعن في قدراتهم، هذا هو الكبر الحقيقي. الا ترى الا نفسك، ما فيش عملاق الا انت، وما فيش يعني ذكي الا انت، وما فيش متعلم الا انت، وما فيش واحد بيفهم الا انت، انت بس اللي يعني وما فيش غيرك. هذا هو الكبر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو عشق الذات. واحد مش شايف غير نفسه، شايف غير ذاته، ما بيدورش غير حوالين نفسه. انا واحد لابس كويس ولا عايش كويس ولا بيستمتع بطيبات من حلال وقد اكتسبها من حلال، لا 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 شيء عليه على الاطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال له الكبر بطر الحق وغمط الناس، ان الله جميل يحب الجمال. جميل، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. واحكيكم قصه صغيره، قصه صغيره. كان في واحد اسمه الحسن الشاذلي. الحسن الشاذلي ده معروف يعني هو واحد من ائمه المتصوفين، والغريب انه من ائمه المتصوفين. كان الحسن الشاذلي ده راجل شيك قوي، يلبس حلو وغني، كان عنده مزرعه خيل وغني، بيلبس حلو قوي كده، ويروح يلقي الدرس وبعدين رايح لابس عبايه يعني يمكن تكون ارقى عبايه موجوده في الاسواق، ما حدش بيرتديها الا الملوك. يلقي الدرس وبيتكلم عن الزهد وهو لابس العبايه دي، فواحد من الجماعه المتنطعين دول قال والله الشيخ ده بيضحك علينا، والله الراجل ده بيستخف بعقوله، بيتكلم عن الزهد وهو لابس عبايه ب100 دينار، بتمنها ب200 دينار العبايه اللي هو لابسها دي، ده ما حدش بيرتديها غير الامراء، وجاي بيتكلم عن الزهد. وبعدين قال له يا مولاي، قال له نعم، قال له العبايه اللي عليك دي حلوه قوي، دي شكلها جميل جدا، قال له اتفضل يا ولد خدها. قال له مولانا انت بجد في كلامك؟ اخدها؟ قال له اه خدها اتفضل. ولع العبايه خدها، وطلع بقى لما انا ضربت الشيخ في المقلب انا احرقته وعملت كذا وكذا وخدت منه العبايه، وراح باع العبايه ب200 دينار. اللي خد العبايه كده شاف العبايه كده، عبايه مش عاديه، عبايه رائعه، العبايه حلوه جدا وشكلها رائع. قال والله هذه العبايه لا تليق الا بابي الحسن الشاذلي، ما يرتديها الا ابو الحسن الشاذلي. وراح لابو الحسن الشاذلي قال له يا شيخنا يا ابا الحسن. قال نعم يا ولدي. قال له النبي عليه الصلاه والسلام قال تهاب تحب، قال صلى الله عليه وسلم. قال له هذه هديه لك. قال جزاك الله خيرا يا ولد، جزاك الله عني خيرا امتثالا لامر رسول الله. وخد العبايه وراح يلقي الدرس تاني. صاحبنا راح يشوف بقى الشيخ النهارده لابس ايه، لقاه لابس نفس العبايه. بص له كده في ذهول وقال له مولانا اجاءت اليك؟ قال نعم يا ولدي لانني زهدت فيها وذهبت عنك لانك رحبت فيها. وصلت الرسالة. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يفتح عليك يا دكتور ويدور دنياك. نرجو عند استماعكم إلى الترجمة المحافظة على الهدوء كما عودتمونا دائما، وجزاكم الله خيرا. أيها الأخوة والأخوات، يتفضل الأخ الأستاذ السيد قنديل بترجمة المحاضرة، ومن بعد ذلك سوف نقضي نصف ساعة للأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمحاضرة
يرجو المحافظة على الهدوء أثناء الترجمة لنتيح الفرصة للأخوة والأخوات من غير متكلمي العربية الاستفادة من هذه المحاضرة القيمة. وشكرا. أيها الأخوة والأخوات، الأستاذ السيد مندين. نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. Our talk tonight about this world from an Islamic perspective. This world, a beloved thing. How many victims of this world, as a result of their love and dedication and cherishing of it, have died, have lost their way? How many of those who have really looked for everything about it and yet did not get what they were looking for? That's one side. The other side, there are others who really disregard it and have no inclination to it, anything, and just turn their back on everything on this world. There are sort of idols around this world. Allah subhanahu wa ta'ala says about this world, about the idols of this world, realize, beware that this lifetime is just life, it's playing, it's fun, it's enjoying, it is boasting one over another, and getting more and more of money and children and so on. These are the idols of this world around which all those who are looking for this world are looking for to get as much as possible from these things. How do we deal with this world? What is the appropriate Islamic attitude towards this world? Should we withdraw completely and leave it for the enemies of Allah to enjoy it and to live it? Or shall we love the idols and start circumnavigating around those idols and turn away from worshipping the creator of this world to worshipping this particular world? What is the mechanism to deal with this world? How do we go between some texts in Quran and Sunnah which glorifies on one side, glorifies this world and make it very churchable and good to have it, and another set of texts again a warning and raising the red line against it? How does a Muslim go between this and that? On one hand, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says this world is cursed. Everything in this world is cursed except remembering Allah subhanahu wa ta'ala or a person who is learning and teaching others. That's one hadith, correct, confirmed. The other hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that it's beautiful. It's a dream. Anyone who takes of it appropriately, Allah will bless it for him. So we have a text warning and a text advising and tempting us to take everything and deal with it. It is the sea or the soil in which we see for the akhirah, and that's it. So to some people, this conflicting, it might be conflicting texts, and some are confused. Which way should we go? This way or that way? Both texts are the empty and equally balanced. When we say an Islamic perspective, we mean derived from Kitabullah and Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The man who have been receiving the Quran from Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he used
stay up praying until his legs swell for Allah subhanahu wa ta'ala. In other occasions, he will fight with jihad until he bleeds and get wounded, again for Allah subhanahu wa ta'ala. He was a father, he was a husband, he was a teacher, an educator, looking after everyone, directing, guiding. So, from this perspective, what is or have the person follows that his way or her way, it is from those sources. In this case, we'll be going through this world between the texts with safety and with security by copying and getting example from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We wouldn't, on one hand, feel just slaves of this world, but we wouldn't, on the other hand, withdraw ourselves from all the areas of activities of this world. There are areas of activities which require, as part of the function of the human being, is being deputy from Allah subhanahu wa ta'ala, Khalifa, and that's what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was the best example. The best example of all mankind were the prophets and the messengers of Allah. They are the elite, the choice. They are the top of the human pyramid in intelligence, in appreciation, in purity of heart, in knowing aims and goals. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala is telling about those prophets. We did not make them just walking with bodies which don't eat or food, and they were not living eternally. No, they were on in their lives, eating, responding to the needs of the human being, and وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ, they did not live forever. They died like anyone else. Our stomach, our body, our physical entity needs, has needs. And Allah subhanahu wa ta'ala responds, and they said, Ya ayyuhar rusul, O you messengers, eat of the good things which Allah provided and do good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala, on the other side, we have sent before you messengers, like you, and we made or gave them wives, and we gave them offspring, children. So that is, when we say al-mal wal-banun, the money and the children are the glory, the beauty of this life. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, wear your best when you are going to pray and eat and drink without going to the extreme of extravagance. That is the starting point for our way, how the Muslim feels his way or her way between the texts on both sides. Just for your knowledge, the word dunya was mentioned 115 times in the Quran, and the word akhirah, hereafter, was mentioned again 115. It's just a gesture of the balance in the Quran, in this Islam. The hereafter, we can go only or achieve or reach the hereafter, the good one, through the good world, this lifetime. Allah subhanahu wa ta'ala created this world for us. He did not need it, we do need it, and he knows it. He wanted us to make available, subservient every element and every resource, and to go ahead and benefit from everything in this world in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's how we made subservient to us all the resources, all the energies, all the means and ways. Allah subhanahu wa ta'ala says, we have established you on this earth and made it easy for you to get a living from it. There are several philosophies. Going about this world, just keeping the physical needs and desires and whims and so on, and going about these idols which we talked about before. These are actually, as Allah subhanahu wa ta'ala described them, just getting themselves down to a level of an animal.
They don't look forward to any spiritual needs or any value system, just responding to the needs of the body and boasting each other on how much money I have, how much children I have. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, as I said, those are the idols. Realize that this world is just play, fun, enjoyment, boasting, and getting the much as everyone competing in getting more women, more children, and more money. In this context, getting from this world what we can, without having that value system, without knowing what's halal and what's haram, that means we are falling into that circle of worshipping the idols, which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. In this context also, we have the warning. Allah subhanahu wa ta'ala is warning those who are not looking forward to meet us, Allah subhanahu wa ta'ala, and they are satisfied and pleased with this lifetime, and they are secure. They feel secure. I have got all the money, I have got all the children, I have got all the houses and. But they are unaware. They are unaware of our signs. And those will end up in Jahannam and A'udhu Billah. And that's their final and eternal abode. There was a poet who used to swear by poetry, poems, to swear at everyone. That's his talent, quote unquote. He said poems, swear at his own wife. When she left him, he was looking at himself in the mirror and started swearing himself by poetry also. And that poet made some poem swearing at one of the Muslims called Zabarqan. And he said, don't go out chasing good things and good values. You are not one of those. Just sit. You are only just eating and preoccupied with physical needs, and that's it. So that was an insult to that person. He went to say, Na'am al-Khattab. And he said, that poet told me in his poem this and that. And said, Na'am, what's wrong? You just say, relax, don't worry, and enjoy. He said, no, he did not mean that in that sense. So Sayyidina Umar wrote Hassan ibn Thabit radiallahu anhu. He was a poet himself, and he, when he heard the verses, and he said that is the awful swearing anyone can get. When he is asking, he's just asking or condemning him to be like an animal, without any vision, without any spiritual level, without any value system. Just preoccupied with the physical needs like any animal. Allah subhanahu wa ta'ala says that kuffar, they are enjoying their eating like the animals eat. And they will end up in Jahannam wa la'yadu billah. So in that sense, it was an insult. Where is being concerned with the value system? Where is the sacrifices which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did, which his companions shared when it was? Allah subhanahu wa ta'ala is a warning. Those who are satisfied with this world and relaxed and enjoying, and they are unaware of our signs, those will end up in Jahannam. Now the other side, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that this world is sweet, it's green, anyone who takes rightly, appropriately, whatever he or she can get from it, Allah subhanahu wa ta'ala will bless it for him. Allah subhanahu wa ta'ala says, as we have mentioned, and we gave them the previous prophets wives and offspring, children. So there is responding, nothing wrong at all. We're responding to the needs of the body in the framework, the correct guidelines, eat, drink, without going to the extreme. And there are areas of the Quran where the world was cursed and condemned. Now when we talk about this dunya, we have the bad dunya, or the worst of it, which is the world of hypocrisy,
lies, stealing, arrogance, oppression, assassination of honors and of money, and that's the dunya which is condemned. That's the dunya which is Allah subhanahu wa ta'ala is warning never to fall in it. There's the other side of the coin, the world of truth, the world of values, the world of sacrifice, of loyalty, of manhood, of enjoying the good things, being grateful to Allah for making them available to us. The world of jihad, when it need be, even dying, become a martyr, when it need be, coming up to the, or facing the falsehood in any way at all levels, deviations, facing up, standing up to it, preventing it if we can. Attacking the shaitan in every area, at every level, to support the truth for Allah subhanahu wa ta'ala, to get the balance of these lives right. That is the good world, that's the world which is desirable, and that's the world which is, as I said, the soil where you put the seed to get the answer. So we are now faced with some sort of philosophy to marginalize the Muslims, push them away of real love in this world. Just making the Muslim, just wait, go ahead and stay there until you die. Nothing. Without any productivity, without any active support. There is no support to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no standing up. If we withdraw, if we respond to that philosophy, to that marginalizing of Muslims away of this active life, who are we leaving it for? To the kafir? Then there will be, the truth will not have a chance. As long as the kuffar are in power, it will not, we will not have a chance. The truth will not have a chance. When we, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as we said before, used to pray until his legs swell. He would, he led in the battlefield, defending the truth. At the same time, he used to love these sweet things, enjoy a good meal of meat, wear the best of clothes whenever he can, and being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. He had dua. Whenever he wears something new, alhamdulillah, alladhi kasaneen bighayri hamlin li wa la quwwah. Alhamdulillah, when he drinks just water, alhamdulillah, that made that water good to drink and did not make it salt with our sins and our shortcomings. When the time comes, he would tie a stone on his stomach to suppress the feeling of hunger, and will go for two successive months without that. Said Aisha would ask her, then how did you survive? And she said, we survived on water and dates for two successive months. Nothing is good. There was nothing to be good. SubhanAllah. Here we have Allah subhanahu wa ta'ala telling us, who said that it is wrong to enjoy what Allah subhanahu wa ta'ala gave us of this world and the good things of this world? Sayyidina Umar saw a man walking in the streets, and he was, you know, that just in the worst cases, without care of any, how he wears his clothes and how he, and just lowering his head in, like humiliated. He said, come on, what are you doing? We don't want your kind. We want the Muslim to be proud of being Muslim. We want the Muslim to feel that he is a valuable element in this world, which Allah subhanahu wa ta'ala made this world subservient to him. Allah subhanahu wa ta'ala says, أَقِمْ وَجَكَ بِالْدِينَ. Raise up your face to this religion. And it is the instinct, pure instinct, which Allah subhanahu wa ta'ala created everyone. And there is no change of the ongoing rules of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the ultimate truth and religion. But many people don't know, many men. So being religious is not disregarding or throwing away the things which Allah made halal. Nothing is wrong with that.
It is the person, if we don't do that, who will do it? Who will clean the world? Who will stand up for the truth? Who will fight the falsehood? And am I to just to stay alone on myself without support, without anything? No. Allah subhanahu wa ta'ala says, if Allah would it, He would have smashed the kuffar. But Allah will that you fight the kuffar. And we cannot fight them without being actively involved in getting the means of power, the means of technology, the means of everything to be able to fight and win. Otherwise, we will be defeated. And that's the test which Allah subhanahu wa ta'ala to test you against others. Whenever we see the falsehood being predominant in this world, it's not because they are good, it's because we did not do enough. The Muslims have not done their duty. The Muslims did not take the chances to compete. The Muslims who did not do their best to win and to compete. Allah subhanahu wa ta'ala is calling the children of Adam and Bani Adam, we have brought down to you clothes which cover your self and enjoyment. What is the enjoyment? All the extras. Warisha, that's all the extras. The fine things in life. Nothing wrong at all with enjoying it. We are a human being of physical needs, and we, the spiritual and the heart, needs also that luxury, that enjoyment. And so Allah is defining it, وَلِبَسُ التَّقْوَ تَلْكَ خَيْرٌ. Those are physical things to respond to the needs of the body. But the taqwa is the necessary fuel for the heart, for the soul. Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا بَنِي آدَمَ again, when you rest, whenever you go to prayers and eat and drink. So that is the balance between them. And the other side is, tell who have said that it is wrong to enjoy the luxury which Allah subhanahu wa ta'ala created for his slaves and the good provisions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used when he finishes from him wudu, he would say dua, Allahumma khulli dhambi, Allah forgive my sin and bless my income and enlarge my house. So some of the Sahaba heard that dua, khulli dhambi wa barikli fi rizqi wa sa'li fi dari. Ya Rasulullah, I keep hearing you after the wudu, and you're saying that dua, forgive my sin and bless my income and widen and enlarge my house. Rasulullah asking, did I leave anything? Nothing is left. These three dua encompass everything, the need of the body, the need of the soul, the need of the heart. There is nothing wrong with acquiring all means and all the wealth and all the power to be able to give to others. In fact, there is one of the ulama I once read, وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. And the interpretation, I think, Dr. Sha'rawi, rahmahullah, he was saying that فَاعِلُونَ, they don't wait to be given charity. No, they work and work hard to earn money. No, the money is only to spend to their needs to have surplus. When they have surplus, they can give the zakat. That is the ethic we were looking at dunya. It is not we have the kufr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to seek protection of Allah subhanahu wa ta'ala from kufr, from faqr, poverty. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wa min a'dad al-faqr. The kufr, seeking protection because it is an assault on the soul, on the value, on what is real, worth in the human being, the heart. Faqr, poverty, is an assault on the physical needs of the body. If I am too poor to get or to respond to the needs of my body, that's an assault. I should do everything in my resources not to be in that situation. The human being is a soul and is a body. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he used to ask again dua,
من الهم والحزن, from worry and sadness. Can we imagine a person who is worried? We hear all the time about people committing suicide. Why? You're so worried about his health or her health, about lack of money, lack of job, lack of whatever resources you have. Worry. And that's Rasulullah, a real danger to the extent that Rasulullah is asking protection from Allah to protect him from worry and from sadness, from impotence, hajj wal kasal and laziness, disability in any form, not necessarily physical. Disability will lead to, and laziness will lead to, letting go the opportunities. You're just letting it go and waste it. You don't use, and that will lead to deterioration in your physical as well as spiritual needs. Najubnu al-kukh, from cowardice and from miser. The cowardice will prevent a person saying the word of truth when it should be said, or making you say something to appeal or to please someone when it shouldn't be said. That's an act of cowardice. And Rasulullah was seeking protection from Allah against that sort of weakness. From being overwhelmed by death, we see how so many, we keep hearing again, how many people with millions, and then all of a sudden, they are liquidated. Why? It's all death, it's all that vicious circle of riba and haram money, haram sources, and ending up with going overnight, and the disaster we have seen in the banks and so on. So these are the things which Rasulullah is making the seek protection of Allah to protect him from. Ali ibn Abi Talib was asking, radiallahu anhu, was asking, what is the strongest things which Allah created? He immediately said, 10 things. What are these 10 things, the strongest things which Allah created? He said, the iron, strong. We can make weapons from iron. And the next thing, more powerful, the fire. The fire can melt the iron. The next powerful thing, water. The water can extinguish fire. The next thing, the cloud, can carry water away from miles in the heaven. What is stronger than the clouds? The wind. It takes the clouds anywhere. What is stronger than the wind? The human being. You can protect yourself from the wind by wearing your right clothes. What is stronger than the human being? The state of drunkenness. What is stronger than drunkenness? Sleep. A person is drunk and can get to sleep, you forget he or she are drunk. What is stronger than sleep? Worry. So the worry is the strongest thing which Allah subhanahu wa ta'ala created. And it can make anyone really miserable. Whatever anything else he or she might have. لا حبيب النار ما اصحاب الريح من هذا السكر النوم هم That's what he said. ما هو خمس كم واحد؟ I'll just read it what he said. I don't know what to say today. مع الحديد والنار والماء والسحاب والريح وابن آدم والسكر والنوم والهم. Okay, point taken. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم didn't leave anything good except guide us to get the best out of that. Didn't leave anything bad or harmful except warning us from that. Rasulullah صلى الله عليه وسلم wants to the Muslim to be proud of being Muslim, to be humble and to be generous. And Allah subhanahu wa ta'ala says, we have established you on this earth. Establishment giving access to all the resources that needs, having acquired skills, having prerequisites, having qualifications, having expertise, having effort to do that. Knowledge in every area we are in our careers,
All these have to be within the framework of honesty. Because without honesty, as we see among the kuffar, they use all of that to destroy and not to use and to deny others. Sayyidina Yusuf alayhi salam, when he told the king, make me in charge of the warehouses of Egypt, because I am hafidun alim, I'm expert and I'm honest. With these two features, Sayyidina Yusuf alayhi salam saved Egypt from a famine that continued for 7 years with two features. And Allah subhanahu wa ta'ala, that's how we established to Yusuf alayhi salam on this earth, and he would do whatever he wants from the resources. And that's a gesture of mercy from Allah. Subhanahu wa ta'ala, and those who are doing good, walam bi ajr al-muhsinin, nothing is wasted with Allah. It's all stored for Allah subhanahu wa ta'ala, and the reward in the hereafter is even better than whatever we can get in this world. Islam wants the Muslim to be dominant, independent, free, generous, earning whatever we can from halal, spending it in halal. At the same time, Islam requires us or expects us to sacrifice when the need comes, to sacrifice even life and money and whatever, with the trust that I'm giving it is not wasted with Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. With Allah, that's the best. Islam, the Muslims in this world, actually in these days, they're not suffering from lack of resources or money. They have human resources, they have all sources of resources, money and fortune and mineral, you name it, they have it. But what they lack is the values, the moralities, the conscience. They lost that. And it was enough for one man, like Sayyidina Yusuf, to save Egypt from that famine which continued for 7 years. Rasulullah SAW says, anyone who appoints a person in charge of a Muslim, and he knows that there is a better one, that one has betrayed Allah and Rasulullah. Because when you put in charge someone and you know there's someone who is better, that's an act of betrayal to Allah and to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In another version of the hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Allah distinguished himself from that person because of putting the wrong man in the right place. And we can see in our organizations how many times we put the wrong person. Well, it's my friend, it's my tribe, it's my clan, it's my this and that, from a danger which Rasulullah is warning us. That's how we deal with this world. So Allah subhanahu wa ta'ala did not make it at all undesirable to acquire and enjoy everything in terms of money and clothes and accommodations and houses and everything. The arrogance, which is Rasulullah warned that no one would go to Jannah with an atom's element of arrogance in his heart or her heart. So someone was worried, one of the Muslims, he used to wear very good clothes and wear, you know, he came to Rasulullah, Ya Rasulullah, you see me, I'm wearing beautiful clothes, I like to be wearing the best, I like to wear the best perfume, I like to be, I don't even anyone to have a better shoelaces that better than mine. Is that being arrogant which will prevent me from going to Jannah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So no, Allah is beautiful. Allah loves the beauty, and that is not what is meant by arrogance. Arrogance is to look at yourself as the only one. You are the only one. You are the Zayn Mulim, the inspired ruler, and I conclude with a story about one of the, he was one of the imams of mysticism, Abu al-Hasan al-Shafi. He was a man, and he used to wear the best clothes and sit to his students and talking them about not being pre-involved with the getting the best of clothes and the best. So
So one of the students, what do you mean? He's telling us about being zahid, and not to be ascetic, and he's wearing a cloak which is worth 200 dinars. So he told him, Master or Abu al-Hasan, your cloak is very beautiful. Immediately, the alim took it off. You like it? Yes. Took it off, gave it to him. Without any fuss. And that man took the cloak, went to the market. It's an expensive thing. Even too expensive for that person to wear. And sold it at 200 dinars. And the man who bought it and said, this is a very fine one. Who would really deserve to wear it? I couldn't think of anyone except Abu al-Hasan al-Shastri. And he went to Abu al-Hasan. And he said, Ya Abu al-Hasan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accepted the gift. And he said, give each other gifts so that you will love each other. He said, this, that's all right. He said, I'm giving you this cloak as a gift. Again, without any fuss, Jazakallahu khayran, and he would and put it. And went to the lesson. And start talking about being ascetic and not being preoccupied with getting the riches. And so that man said, is that the cloak you are wearing? And you are talking about it? He told me, yes, because I wasn't preoccupied with having it. When you ask it, I give it to you. That's why I didn't lose it. Allah didn't make me lose it because I wasn't willing or attached to it. So Allah brought it back to me. But when your heart was attached to that, you lost it. And that is the a lesson which we should get. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. قبل أن نبدأ فقرة الأسئلة والاستفسارات سأبتدأ ببدعة جديدة وحسنة إن شاء الله، وهي أن نجري مسابقة سريعة من سؤال واحد في كل محاضرة، والفائز بالمسابقة سيعطى ويفوز بجائزة رمزية، وفي هذه الأمسية ستكون مجموعة كتب لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، إما بالعربي أو بالإنجليزي لمن يرغب. سؤال الليلة يس اي ويل ان شاء الله. From now on inshallah we will start a small competition we have a prize to give away and we have a question who ever can answer successfully he will win a small prize, a token of our appreciation of his or her participation with us. Today's or tonight's present will be, we have two books for published by Dr. Ibrahim Muhammad. He will be receiving, or he or she will be receiving these books as a gift. The question is, نبدأ بالعربي أولا. السؤال هو الدنيا لماذا سميت بهذا الاسم؟ ما معنى كلمة الدنيا وما المقابل لها؟ سؤال خفيف أوي. معنى الأستاذ مصطفى سلوم وزي الدكان وهلال راح يستخدم بعض الناس اللي قاعدين. The question is the dunya, why is it called this way? Why is it called dunya? And what does it mean? And what's the opposite of the word? We prefer written answers so that if more than one person has the answer, so we can choose or make a lottery. من الستات واحدة يكون سنها فوق العشرين.
Write down the answers and we will choose one of the right answers. يرجى كتابة الأجوبة وستختار بالفرعة أحد الفائزين. الدنيا, what does it mean? Why is it called this way? And what does it mean in Arabic? And what's the opposite word for the dunya? وعندما لما حنعتاد الدور على عبد الحسن don't forget to write your name. لا تنسوا كتابة الأسماء حتى نتحيز بتفويز. طيب إلى أن نستلم الأجوبة, سؤال ظريف يتعلق بالموضوع. يا دكتور لو سمحت, هل الرجل الذي رن التليفون 3 مرات طلق زوجته أم لا؟ هو لحد احنا ما جينا من سنه ونص تقريبا ما كانش يرن غير 3 رنات ومراته ما كانتش ترفع السماعه. الله اعلم بقى رفعتها بعد كده ولا لا. السؤال, قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزين عندما يخرج. نعم. فهل يجوز للمرأة أن تتزين بأفخر الثياب؟ بأفخر الثياب؟ تلبس أحسن الثياب, محدش قال إنها ما تلبسش. بس الثياب ده هتبقى شكلها إيه؟ في شرط في السوق. ألا يصف ولا يشف. ألا يصف يعني ما يحددش معالم أعضاء الجسم. وألا يشف ما يظهرش لون التعب. فيما عدا هذا تلبس زي ما عايز, بشرط طبعا انه يعني بعض العلماء بيقولوا ما يبقاش ثوب زينه, شرط ما يبقاش ثوب زينه. انا وبقى عايش حكايه ثوب زينه دي, يعني الواحد لما يروح يشتري بيجامه للنوم بيتخيل انها تبقى كويسه ولا تبقى مكرمشه. حتى ثياب النوم يعني بيتخيل فيها الانسان ان تكون ثوب زينه. فالزينه في حد ذاتها ليست محرمه, والقران الكريم بيقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها, مش كده؟ الا ما ظهر منها, يعني الا ما اباحه الشرع في الظهور. الكتفين والرجلين والصدر والظهر والكلام ده لا يجوز انه يظهر على الاطلاق. وتلبس بقى المراه يعني الثوب الثوب الجمالي اللي موجود في البيئه بتاعتها, والثوب يعتبر ما ظهر منه. نعم. فتلبس في النطاق الشرعي بشرط الا يصف والا يشف. والحقيقه ان انا يعني اهيب بالمرأة المسلمة إنها ما تكونش مبهدلة. ما تكونش مبهدلة أبداً, عمر التدلل ما كان بهدلة. وفي فرق بين التعفف وبين البهدلة الزايدة, زي ما في فرق بين الكبر والاعتداد بالنفس وبين الكرم والإسراف, كذلك في الفرق بين التدين وبين البهدلة. مطلوب من المرأة المسلمة إنها تبقى محترمة في غير إسراف, تلبس كويس في غير إسراف, وتبقى متعففة في غير بهدلة, ما تبقاش بهدلة خالص. لأنه عيب المرأة أو الرجل المسلم, عيب المرأة المسلم. يعني الإسلام يا إخواننا أرقى مستوى من الثقافة,
ومن الحضارة ومن الأدب ومن الذوق العام ومن العلم. نحفظ دور كويس جدا في إطار هذه القيم كلها والشروط اللي وضعها الشرع، ألا يسرق وألا يشرك، تتزايد المرأة وطبعا عندها يعني في ثوبين للزينة، في ثوب تخرج به برا، وده اللي أصرح به القرآن إلا ما ظهر منه ما أباحه الشرع. وفي بقى داخل مملكتها في البيت تلبس زي ما هي عايزة، زي ما هي عايزة. بعض الناس اللي يفضل يضيق على المرأة يضيق على المرأة حتى في البيت، يقول لها لا ده في المملكة معاك. طب وبعدين؟ طب هي الملائكة معانا في كل حين. ففي البيت المرأة المسلمة تاخد راحتها مملكتها، تلبس الشرع ما دام جوزها، وفي البيت تلبس اللي هي عايزاه. الحمد لله لا. خارج البيت في إطار شرعي لا تقدر تلتزم به، وكل خروج أو تمرد على هذا الإطار الشرعي يعتبر فسوق من الإسلام وخروج عن دائرة الشرع. The question was, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was putting his best clothes whenever he goes out. Is it alright for a woman to put good clothes when going out? And the answer is, there are two conditions for the clothes, and they are applicable for both men and women. Not to be too tight, so that the body parts or organs will be, can be physically apparent, and not to be transparent, to show what is underneath. And that's applicable. Otherwise, there's nothing wrong with the woman wearing good clothes, but the best thing is not just the clothes, because the clothes will give an impression. The behavior will actually be the criteria with which are those clothes worn to attract, to be an element of shaitan, or just to be good, to be respectful, so that no one will look at the Muslim woman, she's just nothing. No. And the balance of Islam is that the behavior will control, and there is nothing wrong and no limitations on what you can wear, not to attract anything. And Allah subhanahu wa ta'ala, they shouldn't show outside any ornaments except what is apparent to everyone. And the dress is apparent to everyone. So it is all right to wear a good dress for outside. Inside the house, there's no limitation. Inside the house, for her husband, it's okay to wear whatever she wants, as long as they are within the house to her husband. And that is the balance which is Islam bringing. وبعدين عاوز ازيد على النقطة دي حتة صغيرة، انه في اشياء ممنوعة حتى في خارج البيت ممنوعة، بجانب اللباس والمعقول والمقبول في الاطار الشرعي. القران نهى انه تخضع للقول، والخضوع بالقول اللي هو يعني التصنع الرقه الزياده قوي، الدلع، ان الست تبقى دلوعه كده ومايصه وبتاع وتطمع الاخرين فيها، ده ممنوع. ممنوع كمان ان كانت الستات زمان كده يعني اما تمشي كده جنب الرجاله والرجاله ما ياخدوش بالهم، فكانت بيلبسوا خلاخيل زمان كده، كانت تروح ضربة الخلين في بعض عشان يلتفتوا في الصلح. فالقرآن قال ولا يريدن برجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. وطبعا غض البصر، المؤمنين يغضن من ابصارهن، وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وبعدين يعني في مواطن للفتنه كده القرآن الكريم والاسلام بيسدها. برق بتعمل يعني بتولد جراثيم الوضاعة والمعصية، وطمع الرجل في المرأة وإغراء المرأة للرجل وإغراء الرجل للمرأة، الإسلام بيسدها، بيع كده بيسدها. ليه؟ ليكون الإطار العام للتعامل مع المسلم هو قضية التصون والعفة. يعني في بعض الأشياء يعني الحضارة الحديثة، الحضارة الحديثة دي راتبها 60 عفريت بتتفنن. النهارده كنت بسمع تقرير المليارات المقصوده للمكياج والعطور والبرفانات والموديلات، اكبر
من المليارات المرصودة للتعليم في حضارة الغرب. وطبعا يعني الشيطان بيتفنن، الكعب يبقى عالم والشرير يواطي، وطبعا يعني الكعب العالي ده والشرير يواطي، لازم الست بتتحدف لقدام وهي مش عايزه تمشي واطيه، لازم تبقى غزاله فتروح عادله نفسها. فلما تعمل نفسها دي العدله دي بتبرز اشياء وتخلي مع الحركه تعمل عمليه ابتزاز فظيعه، هذه غير مطلوبه، وعلى المراه المسلمه انها ترعى هذا الامر في ثوبها وفي مشيها وتعمل حسابها على المناطق دي، لانه يعني بتحاول اصحاب الحضاره لانهم يجدون الحقيقه، يعني اختراق المجتمعات المسلمه بيتم عن طريق المراه تحديدا، ولانهم والله لا يريدون للمراه ان تكون يعني جميله ومش عارف كذا كذا، وانما يريدون ان تكون بين ايديهم وفي احضانهم كلما شاءوا وشاء لهم الشيطان والهوى. لا يريدون ان تكون هناك عفه على وجه الارض. احنا كمسلمين لنا اطار نلتزم به، هو اطار التصون والعفاف، والمظله اللي بتحمينا كلنا هي التقوى بين بين الطرفين الرجل والمراه. I just want to add a few points that beside the banas or the reasonable garments which a woman should wear or can wear, as I said, the attitude, the behavior. Allah subhanahu wa ta'ala is warning the women, do not speak so softly, so that a man with sick heart will think that this is an easy grave. So when you feel you're reaching that, don't stop it. Ghadd al-basar, lowering the gaze between men, applicable to man and woman, not to stare at the woman's body and beauty and so on and so on. Attracting attention with words or with movements. Sometimes the shape of the shoes itself, by being high heels and so on, will make the body not voluntarily, not necessarily voluntarily, make the body of the woman be attracted by through the movement itself. And that's not required by a Muslim woman to attract the attention of men in the wrong way and give the wrong message to the men. So that is, I just may add that khulu, which is being alone in a situation, avoid that situation, being alone with a man. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us that if situation where there's only a single man and woman, the shaitan will be the third. Jazakallahu khair. سؤال: كيف نوفق بين قول سيدنا يوسف في القرآن اجعلني على خزائن الأرض، ومن القول إذا طلب أحد الإمارة أو المنصب فهو من مريدي الدنيا، وعليه يخاف بعض الناس كفاء الأمناء أن يطلبوا المناصب خوفا من هذا القول، مثل رفض سيدنا حسن البصري القضاء عندما عرض عليه؟ القضية بسيطة جدا. سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض كان لديه مؤهلات لتؤهله لهذا العمل، ووجد أنه بهذه الولاية سينقذ الأمة، وقال إني حفيظ عليم. طالب الولاية بقى، ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاءه العباس وطلب ولاية، سيدنا رسول الله قال له إن لنولي أمورنا من طلبها أو حرص عليها. طيب اللي بيطلبها أو يحرص عليها غالبا بيطلبها أو يحرص عليها لمصلحة إيه؟ لمصلحة ذاتية أو لمظنة إن هي مصلحة ذاتية. وبالتالي بعض الصحابة وكثير من الفقهاء رفضوا بعض الولايات، ورفضوا ولاية القضاء تحديدا لأنه يخشى أن يدخل هذا النقاط. لكن الحكم الشرعي أن إذا كنت تحمل كفاءة ولا يوجد نظير لك ويحتاج إليك المجتمع، فإذا تفاضلت فأنت آتي، ومن حق الوالي أن يجبرك على قبول هذه الولاية إن كان فيها ما يحقق مصلحة إسلامية عليا. وبالتالي القضية إيه؟
النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل سياج لحمايه المصالح العامه من الذين يريدون ان يتسللوا ليغتابوا هذه المصالح وهم ليسوا اكفاء. هذه من ناحيه. ومن ناحيه اخرى سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، هنا يريد الرجل ان يقدم مؤهلات، لا يقول لا، انما يريد ان يقدم مؤهلاته لخدمه الامه لتكون في خدمه الايه؟ في خدمه المسلمين ان راى المال بذلك. وبالتالي عرض المؤهلات انك تعرض مؤهلاتك وتعرض كفاءاتك وتعرض قدراتك ابتغاء وجه الله ونفع المسلمين، هذا لا 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 ليس فيه شيء، بل هو يعتبر عمل من الاعمال الاسلاميه الصحيحه. اما انك تتسلل لتاخذ ولايه او تاخذ موقع او تاخذ منصب في غير اكفى منك، هذا هو المحظور. نعم. The question, how can we consult between certain nations in the Quran when he says, make me in charge of the warehouses? And Rasulullah when he says that anyone who seeks to be appointed as in charge or to appoint in a position, then they are seeking this world, this dunya. And that makes some of the really qualified people and capable people afraid to seek positions, afraid of being into that they are seeking it. And the sad example of Sayyidina Hassan al-Basri when he refused to be appointed as judge. Now the answer is that Sayyidina Yusuf, when he presented his qualifications, it was not to show off, it was not to get personal benefit or status or anything, it was because he was qualified really to perform a function the society needs it, and there is no one who is better than him. Otherwise, that person, the better one, is deserving. So when Al-Abbas, the uncle of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, came and asked Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, appoint me in charge in a status in position, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam told him, no, we don't give positions to a person who is keen to get it, because there will be a question mark. Why are you keen to get into that position to be in charge? It might be the question of getting personal benefit out of it. And from that point of view, Hassan al-Basri refused to be a judge. But if you feel that you are qualified to function and there's no one else to do it, and there is a need for the society for someone to do it, then if you don't present yourself, if you don't carry the responsibility, you're actually committing a sin for the society. It will be presenting yourself to carry the responsibility for Allah, it will be an act of Islam, inshallah. Sa'al Dr. Ibrahim Abu Muhammad, هل وصلت الرسالة؟ فالسائل يقول نعم الرسالة وصلت تماما ورجاء شرح. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر شربة ماء الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الحديث يتداول في الخطب كثيرا وقد يساء فهمه، فالرجاء توضيحه للجميع وبارك الله فيك. هو الحديث واضح يعني انه الدنيا اقل من ان تكون جزاء للمؤمن، اقل بكثير من ان تكون جزاء للايمان. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيعرف الناس انه الدنيا اللي انتوا بتركضوا فيها دي جري الوحوش في البريه ومش هتاخد منها في النهايه الا ما قضاه الله، دي لا تساوي عند الله جناح بعوضه. يعني انت بتبذل مجهود وعامل زي اللي بيدور في الساقيه ويعني مرابط املك بكلها بيها وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضه، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها جمعه ماء. فهي يعني بالنسبه لله لا تساوي شيء، وبالتالي ما يجوز للمسلم ان يربط همته وارادته وطموحاته بها فقط، وانما لا بد ان يتجاوز هذه الدنيا الى الاخره، لأن الآخرة خير وأب. ولذلك القرآن الكريم يقول من كان يريد العاجلة أجلنا، عايز شوية خد يا سيدي، أجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، وبدأت طموحاته مربوطة هنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
مش انت ربطت يعني اهتماماتك وارادتك وهمتك وطموحاتك بهذا الكتاب من الالف؟ اه خده، بس شوف مصيرك هيكون ايه في الاخره. لكن الاخره بقى، ومن اراد الاخره، وشوف اراده الاخره بقى تتطلب ايه. الاراده وحدها لا تكفي، وانما لا بد مع الاراده من عمل، وسعى لها سعيها. يبقى اراده مصحوبه بايه؟ بهمه رجال وسعي ونشاط وحركه دؤوبه. وهذه الحركه وهذا النشاط وهذه الاراده لا بد ان تكون في اطار من الايمان، والا ما هو اللي بيتظاهر الدنيا برضه له اراده وله سعي وله روح. لابد ان تكون في اطار من توجيهات الايمان، لان الايمان هو اللي هيوجهك صح، وهو اللي هيرشدك صح، وهو اللي هيوصلك للهدف. ولذلك ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، وربنا بيدي الاثنين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فمن هنا بنفهم انه التحذير من الدنيا ياتي في سياق الإقبال عليها، والعبد من متاعها الرخيص دون نظر للحلال والحرام. يأتي هنا التحذير، ويأتي تحقير الدنيا، ويأتي الكلام على قبحها وعلى مآلها إلى فناء وإلى زوال وإلى كذا وإلى كذا. هذا مجال. هنالك مجال آخر، نحن أو الإسلام يدعو المسلم إليه، أنه يهدر هذه الأرض ويسخر كل امكانياتها لخدمه الايمان ولخدمه العقيده ولخدمه الحقيقه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله. عارفين الفسيله؟ اللي هي بتاع اللي بتتاخد من النخل كده، لما تقوس الشتله اللي بتتاخد من النخل، لما تقوس القيامه والكون بيتقد، ده بزرع لمين؟ ده الكون بيتقد في خلل في بنيه الكون الماديه، والكون بينتهي. ازرع لمين؟ الإسلام يريدك أن تلقى الله بعمل جاد ولو كان في اللحظة الأخيرة من حياتك. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. طب ليه كل ده؟ لأنه ربنا عايز يعودك على العمل الجاد، عايز يعودك على الرجولة، يريدك أن تلقى الله حرا بعمل جاد ولو في اللحظة الأخيرة من حياتك. ما تتركش لحظة تفوت، لابد أنك يعني تملأ الزمن بعمل مفيد، بعمل خير. والدنيا في هذه الحالة بقى تتحول إلى إيه؟ إلى مزرعة. ولذلك شوف النص القرآني اللي إحنا ذكرناه، إحنا مضطر معلش يا دكتور أوضح شوية. النص القرآني اللي إحنا ذكرناه بيقول إيه؟ اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أدي إيه؟ أدي خمس أصناف زي ما قلنا حوالين كعبة الدنيا اللي بيطوف حواليها البشر أو أغلب الناس. وبعدين يقول إيه؟ وتكثر في الأموال والأولاد كمهر غيث مطر نازل من السماء أعجب الكفار. والكفار هنا الفلاحين. الليل اسمه كافر لأنه يصدر الزرع، لأنه يصدر الأشياء. والفلاح اسمه كافر لأنه يصدر الحب في الأرض. ومنها جاء كلمة الكفر لأنها تصدر الحقيقة. فكأن الكفر نفسه دليل على الإيمان. ليه؟ لأنه لو ما فيش كلمة، لو ما فيش إيمان، أمال الكفر يصدر إيه؟ ها؟ كأن كلمة الكفر نفسها دليل على الإيمان، لأنه ما دام كفر، كفر على إيه؟ كفر تصدر إيه؟ بتخبي إيه؟ يبقى في حاجة بتخبيها، مظبوط؟ يبقى الكفر نفسه دليل على الايمان. ام فريد قال لنا كمثل غيث اعجب الكفار نباته. شو بيدي لك صوره لايه؟ صوره للحياه. اذا ظنيت ان الحياه هتبقى كلها شباب وكلها حيويه وكلها طاقه وما فيهاش شيخوخه ولا مرض ولا عجز ولا كذا ولا فناء، يبقى انت غلطان. ولو ضرب لك القران الكريم المثل بالظبط كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون، يبدا بقى في الايه؟ مرحله الذهول، مرحله التراجع، ثم يكون حطاما. وعلى ثم يكون حطاما. وعلى ضوء فهمك للمثل ده
يقول لك وفي الآخرة عذاب شديد لمن وقف فهمه عند هذه الحدود ولم يتجاوز، ومغفرة من الله ورضوانه. يا الله، شوف بقى أنت عاوز إيه؟ وشوف نظرتك للدنيا هتكون شكلها إيه؟ هل ستكون نظرة الفلاح للزرع الذي لا يذبل أبدا ولا يحنى أبدا؟ هل نظرتك للدنيا ستكون نظرة الأرض الخصب التي لا تشكر أبدا؟ هل نظرتك للحياة ستكون نظرة الوجود الذي لا يفنى أبدا؟ انتظر بقى في الآخرة عذاب شديد. أما إذا خدت إفهمت النظرة كويس وحددتها في ذهنك وقلت الدنيا يوم كده ويوم كده ودي مزرعة للآخرة يبقى أنا لازم أزرع فيها زي ما الفلاح بيزرع، وجاب لك صورة للحصاد للزرع والحصاد كمثل ليس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والحطام ده جاي امتى؟ عند الحصاد مش كده؟ فعند الحصاد هتكون حاجه من اثنين على ضوء فهمك وعملك في الدنيا، هتكون حاجه من اثنين، يا اما عذاب شديد يا اما مغفره من الله ورضوانه. مظبوط يا اخوانا؟ واضح المساله؟ ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا يعني انه الدنيا دي هينه واكبر من ان الله يجازي فيها المؤمن، وانما لانه يريد ان يجازيك بجزائه خالد لا فناء معه، بصحة لا سقم معه، بشباب لا شيخوخة معه، بسرور لا هم معه. إنما احنا هنا مهما كنت، مهما كنت إما النعمة تسيبك يا إما تسيب أنت النعمة، يا إما هي تسيبك وتتخلى عنك يا إما أنت تسيبها. وساعات بتبقى لا سابتك ولا سبتها بس بتبقى على حياة عينك كده ومش قادر تستمتع بيها. يجي لك شوية مرض يحولون بينك وبين ما تشتهي. لكن في الآخرة إمكانيات غير محدودة، خلود غير محدود، فرح وسرور غير محدود. مش كده؟ نعم. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. You are telling us that had the message delivered and this it has been delivered. But I want to explain the question with Hadith. If Allah, if this world was worth this wing of a mosquito to Allah, a kafir will not have a drink of water from this world. That might be misunderstood or misinterpreted. So we want you to explain that. Another is that this world is too cheap or too low to be the ultimate goal of a Muslim. A Muslim goes to what is more, what is beyond, what's more valuable as a goal. That's why the Muslim should not be preoccupied with all goals and all main concerns to be for this world. A Muslim should look to the Akhirah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says anyone who wants the immediate rewards in this world, yes, we will give you whomever we want, whatever we want, and then end up in Jahannam wa la'yadu billah. But anyone who is working for the Akhirah, and it is a condition, not only wishful thinking, no, it's actual work. Work in the sense that physical action and activity, and with the state of belief, not just to show off, purely to Allah subhanahu wa ta'ala, these, whatever they are doing, will be accepted with gratitude, and will give all, both those who they will get. Who decides what is more valuable, what we get in this world or what we get in the hereafter? So the warning here is from not to be overwhelmed with the world as a goal, ultimate goal or ultimate achievement. Irrespective of what's halal and what's haram. That's on the other side, Allah subhanahu wa ta'ala wants us to develop this earth and to use and benefit from all the resources. Even Rasulullah is saying that if the judgment, the day judgment occurs and you have a small plant in your hand and you want to put it as long as you have the time. To whom? It is already the Yawm al-Qiyamah. Never mind. It's a principle. As long as you have a chance, do it. So when you go to Allah,
when you reach the Akhirah, you reach with action, activities which have been done to Allah and to no one else. And I'm reminding you again, Allah says that this world is just play and fun and enjoyment and boasting among each other, and I have more money and children, and then Allah is citing an example. It's like, for example, people who are farmers and they see the water coming and pouring in the on the land, and the plants are growing, which is the life. You see it with your own eyes, it's growing, and it is enjoyable to see it. But shall it be green all the time? No. The time will come when you reap the yield, and then it will be cut down, and it will become hay, yellow hay, and then become nothing left, which we give to the animals to eat. So this world is the farm for the Akhirah. In the Akhirah, you either, if you are preoccupied only with this world, like those farmers who are preoccupied with the green product or yield, you will end up with huge torment. And if you are a man looking for the hereafter and doing it for Allah subhanahu wa ta'ala, you will end up with forgiveness from Allah and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. He explained that kuffar, the farmers, the word kafir, the linguistically means to cover, a person who is covering something. And when we say kafir, actually the act of kuf is an act, admission that there is Islam, because it is covering. What are you covering? You are covering the truth. So there is truth, otherwise you wouldn't bother covering it. So every kafir actually is demonstrating that there is truth and there is iman and faith which they are trying to cover. كالعادة نأسف لعدم استطاعتنا الإجابة على الأسئلة الأخرى، على أن نعدكم أن نجيب عليها. لا إن شاء الله في الإذاعة. يبدو أن السؤال إما كان سهلا جدا أو أن الحضور واعين جدا، فالإجابات كلها صحيحة وإن كانت قسم منها مقتضبة أو مختصرة أحيانا. فنجري القرعة مع أحد دوائر الأطفال، كلهم قايلين الأخت أم أحمد، وهي كانت أم أحمد، هذا لازم نحاسبها عليها. فأم أحمد ما شاء الله، لا أسأل الحاجة سألنا عن أم أحمد. الأخت إيه؟ تستلمون جوائزكم من الأستاذ عبد الوهاب شيبان في مجموعة كتب الدكتور إبراهيم محمد بالعربي وبالإنجليزي حسب رغبتهم. أيها الأخوة والأخوات، ندعو الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي ختام هذه نعم رفع نماذج من الأجوبة. الدنيا هي أدنى شيء في نظر الله، والآخرة هي أعلى شيء. الدنيا من الذنوب أو من الدنية أو من النزول، وهي عكس الآخرة لأنها تقص على حد الشهوات وإرضاء النزوات. الدنيا دار الامتحان، وهي تأتي بكلمة دنا أخطر، وعكسه هي الآخرة. سميت الدنيا بدلائلها ومقابلها السرور. ما شاء الله. والى اخره كل الاجابات.
ودعا البدر علينا من ثنيات.